السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الفيديو الثاني اللي حنتناول في إعدادات البروتوكول أو تهيئة بروتوكول الاس ام بي over الـ Windows Active Directory. احنا خدنا في الفيديو اللي فات الكونسبت أو الأوفر فيو، الفكرة بتدور حوالين إيه بالظبط وإيه المنافع اللي هتعود عليا لو استخدمت الخاصية ديت، وكمان خدنا الليميتيشن الخاصة بيها، وقلنا إنه في بعض الإعدادات اللي لازم إن هي تتم وفق تسلسل معين علشان أقدر من خلال الويندوز أكتف دايركتري إني أطلع باليوزر اللي جاي مني أنا أروح لخدمات الكلاود، أو أروح تحديدا أستفيد بالستور اللي على الكلاود أو الفايل شير اللي على اللي عندي أجور باستخدام البرميشن أو الصلاحيات الممنوحة أو اللي أنا جاي بيها من اتجاه الويندوز أكتف دايركتري تحديدا من الكيربوس. علشان اعمل كده احنا هنروح سريعا مع بعض على البورتال بتاعتنا، وهنروح نستعرض الستورج اكاونت اللي موجود عندنا. هنلاقي اكتر او هنلاقي تو ستورج اكاونت، احنا هنشتغل على الستورج اكاونت اللي هو الكلاود فايل 24. لو دخلنا جوه كده شباب علشان نشوف المعلومات الخاصه بيه، هلاقي ستورج اكاونت عادي جدا. حضرتك ممكن تشتغل على الستاندر، انا هشتغل على البريميوم، مفيش فرق يا شباب. اوكي، هنلاقي انه في الفايل شير هنا لو رحنا كده دخلنا جواه، هلاقي هنا الاكتف دايركتري نوت كونفيجورد، الاكتف دايركتري نوت كونفيجورد. لو رحنا كده مع بعض علشان نخليها كونفيجور او عشان نعمل لها كونفيجريشن، ودخلنا كده، فهنا بيبدا يسالني انت عندك اكتف دايركتري ولا اجر اكتف دايركتري. احنا قلنا ان الخدمه دي ممكن نفعلها على الويندوز اكتف دايركتري اللي هو ده، او الاجر اكتف دايركتري دومين سيرفيس، يعني انا عندي اكتف دايركتري مانجد اكتف دايركتري عند اجر اللي هو على الفي ام، ولا هشتغل ويندوز اكتف دايركتري عندي على الاون بريم. في حالتنا ديت او السيناريو الاكثر شهره والاكثر استخداما هو انه هيبقى عندي ويندوز اكتف دايركتري على الاون بريم عندي، وهقدر من خلاله اني اطلع باليوزر زي ما قلنا ان هو بالصلاحيات الممنوحه ليه، واللي طالع بيها من الاون بريم يقدر يتعامل مع الاستورج اكونت بتاعي. طيب فهقول له هنا انا عندي اكتف دايركتري، فهيقول لي انه الحاله الستيتس الخاصه بيه حالا اللي ظاهره دلوقتي هي الديسيبل. هنشوف بعد ما ننتهي من عمليه الكونفيجريشن ان هي تحولت بقت انيبل. طيب ازاي اعمل لها انيبل؟ هنروح على سيت اب، هيبدا يطلع لي بعض الستبس كده او الستبس اللي همشي من خلالها، وهيبدا كمان يعرض عليا فيديو بيشرح الطريقه دي. طيب احنا عشان نوفر على الناس عشان نتعلم مع بعض ستيب باي ستيب كده نطلع مع بعض، هنروح واحده واحده. اول خطوه هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه الخطوه الاولى حضرتك لازم تانيبل الاكتف دايركتري اوثنتيكيشن. خلاص، لو رحنا كده لللينك اللي هو مديهوني هنلاقي هنا دوكيومنتيشن ظريفه كده بتبدا برضه تكلمني عن الموضوع، بتبدا تديني نبذه بسيطه عنه، وبتبدا تقول لي انه حضرتك ممكن تطبق الكلام ده على اي نوع من الانواع الفايل شير سواء ستاندرد او بريميوم، وكمان فيما يتعلق بالريبليكيشن سواء كنت شغال لوكالي او حتى جيوغرافيك ما عندكش اي مشاكل في الكلام ده، ولكن على بروتوكول الاس ام بي انا مش بقبل بروتوكول الان اف اس او النتورك فايل شير. طيب هنا علشان تطبق بقى الكلام ده، علشان تانيبل الكلام ده عندك على الاكتف دايركتري، انت عندك خيارين. اول خيار، وانا كمايكروسوفت يعني ريكومندد لي بنصحك بان انت تشتغل عليه، هو الـ AZ File Hybrid Power Shell Module اللي احنا هنشتغل بيه دلوقتي. ده أول أوبشن. تاني أوبشن لو رحنا كده نزلنا، إن أنت تعمل الموضوع ده مانيوالي برضه باستخدام الباور شيل. تمام؟ برضه باستخدام الباور شيل. طيب بما إننا كده كده هنستخدم الباور شيل، فإحنا أو يعني أوبشن 2 مانيوال، مانيوال هتستخدم الكلام ده يدوي، إن أنت هتجوين الاستوديو أكونت مانيوالي، تقعد بقى تعمل الكي بايدك، لانه الموضوع يا شباب بيتطلب انه الكيربروس اللي جاي من ويندوز اكت دايركتري يروح يعمل كي كده ويخزنها عند الاجر علشان هما الاثنين يشوفوا بعض ويفهموا بعض
وبعد كده لما الكيربروس يبعت له كلاينت يقول له الكلاينت ده جاي من عندي وجاي بصلاحيات ريد اونلي مثلا، فكده يطلع بريد اونلي، والله جاي بريد رايت يطلع بريد رايت وهكذا. فالفكره ببساطه زي ما قلنا انه في كي، في مفتاح كده بيجي من جهه الكيربروس او الويندوز اكتف دايركتري هيروح يخاطب الاجر اكتف دايركتري او الستور او الستورج عفوا الستورج اكاونت اللي موجود عند اجر. فزي ما قلنا في طريقتين، خلينا نمشي على الطريقه الاولى. طيب الطريقه الاولى بتقول ايه؟ بتقول ان انا هستخدم الموديول اللي اسمه ازت فايل هايبريد باور شيل موديول. طيب اعمل ايه؟ قال لي هنا حضرتك لازم تداونلود للموديول ده، فخلونا نعمل داونلود مع بعض. انا ما حبيتش ان انا اعمل داونلود واوفر الوقت، احنا حبينا ان احنا ناخد الخطوه او الخطوات واحده واحده مع بعض علشان الناس ما تتشتتش مننا. اروح على الملف ده واعمل له داونلود بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بعد كده افك الضغط عليه هينتج عني او عندي ثلاث ملفات هنلاقيهم بالشكل ده. طيب الخطوه الثانيه تقفل خلاص مش عايزه. طيب بعد ما عملنا عمليه الداونلود احنا هنحتاج ان احنا نعمل انستول للموديول ده عندنا على الماشين اللي احنا شغالين عليها. هنا بيقول لي انه الماشين اللي حضرتك لازم تشتغل عليها لازم تكون جوين دومين، يعني ما ينفعش تبقى بره الدومين وتشتغل وتروح تقول له تخلي الستورج اكونت ده عندك على الدومين بتاعي وتشاور له عليه، ما ينفعش. لازم علشان تعمل انستول لازم يكون زي ما هو قايل كده، لازم يكون على جهاز ممبر دومين، تمام كده، وباستخدام الكريدنشال الخاصه بالاكتف دايركتري اللي معمول له سينك ما بين الاجر وما بين الامبريم. يعني ايه؟ يعني برضو لو عندك دومين كنترولر مش معمول له سينك بالاي دي كونكت حضرتك مش هتتمكن من ان انت تفعل الخيارات اللي احنا هنتكلم عليها دي. اول حاجه واول شرط ان احنا هنعمل انستول او داونلود عفوا للموديول اللي اسمه ايزي فايل هايبريد، بعد كده من خلال دومين او من خلال كمبيوتر جوين او ممبر في الدومين عندي باستخدام كريدنشال ليها صلاحيه ان هي انستول الباور شيل. ثالث شرط واهم شرط فيهم انه ما ينفعش البيئه كلها، ما ينفعش ما تكونش بينها وبين الاجر اكتف دايركتري سينكرونايزيشن باستخدام الاي دي كونكت. الاي دي كونكت احنا اشتغلنا عليه وشرحناه في كورس الاكتف دايركتري. طيب علشان تاكيدا للمعلومه الكمبيوتر اللي احنا شغالين عليه دلوقتي او السيرفر اللي احنا شغالين عليه اوريدي معمول له سينك بينه وبين الاجر باستخدام الاداه اللي اسمها اجر اكتف دايركتري. طيب نرجع للملف هنا، فكينا ضغط عليه هناخده كده تسهيلا بس ونقول له كابي، وبعد كده نحطه عندنا في السي ونغير اسمه لمثلا اسم يكون بسيط كده. الحاجات دي مش شرط تعملها ولكن انا بعملها تسهيلا على نفسي علشان واحنا بنكتب الكود بتاع الباور شيل ما يبقاش طويل. ف اجر هايبرد مثلا فخلينا نقول اي اتش، خلاص خلينا نقول اي اتش. بعد كده هروح على الباور شيل، خلينا نفتح الباور شيل الاي سي الاي اس اي. بعد كده نخلي بالنا بقى لو رحنا بقى بعد كده نركز يا جماعه في الكلام اللي جاي ده، هنلاقي انه مديني هنا الكومنت الخاصه بالباور شيل اللي حضرتي وحضرتك هتستخدمها في التعامل او في ان انت تعمل جوين للستورج اكونت الخاص بيك بيبقى ممبر دومين عندك. لو لاحظنا هنا لو جينا كده لو كبرنا شويه عشان نقرا الكلام المجعلص ده، بيقول لي هنا بيقول لي حضرتك اول حاجه هتعملها ان انت هتعمل اي اكسكيوشن بوليسي، لو في بوليسي منع
ان انت تتعامل مع الباور شيل حضرتك هتعمل لها اكسكيوشن. الكومنت ده ممكن ما تعملوش، ممكن تعمله انت بالخيار. اوكي، هو بيفترض ان انت داخل باكونت مش ادمنستريتور او ما عندوش بيرميشن علشان فيما يتعلق بالباور شيل والاكواد، فهو بيقترح عليك السطر ده. حضرتك ممكن تعمله او ممكن ما تعملوش، ولكن احنا مش هنخسر حاجه لو خدناه كده كوبي ورحنا عملناه مع بعض، ما عندناش اي مشاكل خالص. هو مش هيعمل حاجه، هيطلع لي كده رساله ظريفه كده، هقول له يس ما عنديش اي مشاكل، ومش هيعمل اي شيء او ما فيش تغيير هيحصل انا ممكن المسه يعني. لو رجعنا كده تاني هلاقيه بيقول لي ايه؟ بيقول لي اقف على الباص اللي موجود فيه ملف الباور شيل. فاكرين الملف اللي احنا عملناه له داونلود وسميناه اي اتش، حطيناه في السي. فهروح او هنروح مع بعض كده علشان نقف على عفوا على السي. احنا كده وقفنا على السي، هقول له ايه؟ سي دي اي اتش، علشان اقف على الملف اللي احنا سميناه مع بعض الازور هايبرد. عشان كده قلت لكم خلينا نعمله رينيم اختصارا بس علشان يتسرع معانا في العمليه. خلاص احنا كده جوه، كده جوه الملف ده اهو. راح فين اهو اي اتش ده؟ احنا كده واقفين في البار، في الباور شيل واقفين جواه. تمام اوكي، هعمل ايه؟ شايفين ده الكوبي تو باث؟ ده هو ده الملف اللي انا محتاج امبورت ليه عندي على الماشين علشان اقدر اتعامل بالاكواد اللي هو مديها لي. بيقول لي روح اقف على الباص، شاور عليه اللي حضرتك حطيت فيه الملف اللي جواه الباور شيل موديول بتاعك. فلو خدناه كده كوبي وقلنا له احنا محتاجين نقف على الملف ده، فهيبدأ يقول لي انت هترن باور شيل فايل. هو هنا بيسألني الرسالة ديت، بيقول لي انت هترن او هتانلوك للفايل اللي اسمه copy to pass، اللي هو اللي احنا عملناه له داونلود مع بعض يا شباب، عشان بس ما نتوهش من بعض يا شباب. اوكي، انا عارف ان في ناس فاهمه وعارف ان في ناس متمرسه وعارف ان في ناس خبيره في الباور شيل، بس انا برضو بفترض ان في ناس ما اتعاملتش مع الكلام ده وحابه تفهم. اوكي تمام، اول حاجه عملناها ان احنا داونلود للفايل، فكينا الضغط منه حطيناه في لوكيشن او في باص معين، بعد كده فتحنا الباور شيل وبدانا نشاور على الملف اللي احنا فكينا الضغط من عليه واللي احنا لقيناه جوه السي، وحابين ندخل بقى جوه الباور شيل بالكومنت اللي احنا كاتبينه دلوقتي. فهنا بيقول لي ان انت هتشتغل على سكريبت وهتفك الضغط من عليه فعلا ولا يعني هتتراجع؟ فاقول له لا انا فعليا هرن للسكريبت ده. خلاص تمام. بعد كده واهم حاجه ان احنا هنمبورت بقى للموديول علشان نبدا نتعامل معاه من الكومنت اهو. هقول له لو سمحت انا محتاج امبورت للملف اللي انا بقى نزلته وعملت له داونلود ونقلته وغيرت اسمه تمام. فهاخد الكومنت ده وهقول له لو سمحت ران. هيبدا برضو هنا يطلع لي رساله تحذير ويقول لي انت فعليا هترن هتمبورت؟ هقول له ايوه رن، ما عنديش اي مشاكل في الكلام ده. هيبدا يسالني هتانستول وبعض الكوماند الخاصه بالباور شيل ومش عارف وهتابديت الفيرجن والكلام ده كله. هقول له ما عنديش اي مشاكل، وافق على كل الحاجات اللي هتتعمل. وهبدا هنا انتظر عمليه داونلود. شايفين هو شباب هنا بيعمل ايه؟ كده بيبدا ينستول او يداونلود، هو بيروح من نفسه يكونكت على اللينك ده علشان يعمل عملية داونلود للملفات المطلوبة. هياخد منك تقريبا من 5 لـ10 دقايق، بيطول شوية على حسب سرعة الكونكشن عندك وعلى حسب إمكانيات الجهاز. زي ما احنا شايفين يا شباب هو لسه يعني مطول معانا شوية. انا مش عايز الناس تقلق، هو فعليا بيطول.
ممكن مثلا ياخد له 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، انت تماما تنتظر لحين انتهائه تماما. بعد كده خلينا نشرح الخطوة اللي جاية. احنا عملنا ايه اصلا؟ احنا نزلنا الموديول الخاص بالباور شيل وبنعمل له انستول عندي على الجهاز ده. بعد كده هنضطر ان احنا نكونكت على الحساب او الكونكت على البورتال عندي. هيطلب مني 4 اشياء مهمين جدا. اول شيء السبسكريبشن اي دي، ثاني شيء السورس جروب اللي موجود فيها الستورج اكاونت بتاعي اسمها يعني، ثالث شيء اسم الستورج اكاونت، رابع شيء الستورج اكاونت لما يبقى ممبر عندي في الدومين هيبقى نوعه اما كمبيوتر او يوزر. الفرق بينهم فيما اعلم او فيما قرات مفيش فرق، ولكن ريكومندد ان انت تعمله من نوع كمبيوتر. هو هنا انتهى تماما. فهنبدا حتى ممكن نستعرض الملفات الخاصه بالاجر، او ممكن لو قلنا الايزد هلاقي هنا ولسه برضو ما انتهاش يا شباب. لا كومبليت. طيب كومبليت ممكن لو قفلنا كده ورحنا فتحنا تاني نتأكد ان هو امبورت وكمبليت معندناش اي مشاكل. ف هروح هنا هستعرض اكتب دايركتري ايزد، هو كان اسمه فايل صح كده، ايزد فايل. Is it file hybrid؟ خلاص موجود والأكواد موجودة. هبدأ بقى إني أروح أتعامل مع الأكواد. فهقول له مثلا connect، مش مثلا بقى، أنا خلاص أنا هروح لل أشتغل على الكومنت التاني على طول أهو. صح كده، هناخده بيست أحسن. هيبدأ يطلع لي ويزرد ويقول لي دخل لي بقى بياناتك، انت كده بتحاول تكونكت على الاكونت على اجر فدخل لي البيانات. فهقول له انا يعني بتاعتي زي ما احنا شايفين كده @arab.onmicrosoft.com وادي الباسورد بتاعتي. هنلاقي ان احنا دخلنا اهو بالاكونت على السبسكريبشن اهي، ما عندناش اي مشكله. وادي التالنت اي دي، وادي الانفايرمنت اجر كلاود. طيب الكومنت الثاني خلاص انتهينا من ده. هنروح بعد كده مطلوب مننا زي ما قلنا 4 اشياء مهمه جدا: سبسكريبشن اي دي، ريسورس جروب نيم، والستورج اكونت نيم، والدومين اكونت تايب. انا جمعتهم هنا دول البيانات الخاصه بيا. حضرتك هتجمع بياناتك انت، ستورج اكونت الخاص بيك، السبسكريبشن الاي دي الخاص بيك، الستورج اكونت نيم الخاص بيك، وهتبدا ان انت تتعامل بيهم. هقول كوبي علشان اسلكت السبسكريبشن في حاله عندنا اكتر من سبسكريبشن كده. اخترنا ان احنا او قلنا له ان احنا هنبدا نتعامل مع سبسكريبشن اللي الاي دي بتاعها ده. هي طبعا زي ما احنا شايفين هناخدها كوبي وبيست، ما عندناش اي مشاكل، ولكن الاحمر ده هيتغير ببياناتك انت زي ما احنا قلنا. طيب فانا ديت غيرتها مسبقا وادي بياناتي، ما عنديش اي مشاكل في الكلام ده. وهقول له لو سمحت انا عاوز اعمل جوين للاكونت ده، اقول له ران. هنا بيطلب مني الاسم الستورج اكونت مع اني مديهوله، ولكن مش مشكلة. هو اسمه كلاود فايل 24. رحنا كده على البورتال وعملنا ريفرش، نقفل دي الاول، نعمل كده ريفرش
المفروض ان احنا نلاقي ديت فعلت بقت انيبل، بقت انيبل اهي زي ما احنا شايفين، ما عندناش اي مشاكل في الكلام ده. لو رحنا كمان على الاكتف دايركتوري الخاص بيا، المفروض ان انا هلاقي السوشيال اكونت عندي بقى ممبر في الدومين بتاعي. روحنا كده على وادي الكلاود فايل 24 بقى كمبيوتر بقى ممبر عندي في في الدومين بتاعي. هنقف هنا، و الفيديو اللي جاي هنبدا نشتغل على الستيب الثانيه اللي هي اننا نينيبل الشير ليفل بيرميشن. تمام، او ممكن سريعا كده نروح نعملها. وروحنا كده وقفنا على الفايل شير اللي عند اجر، هقول له لو سمحت انا محتاج اعمل اكسس كنترول على الايزي فايل، او محتاج اعمل رول. هنقف هنا يا شباب علشان ما نطولش وقت الفيديو، وان شاء الله نكمل الفيديو اللي جاي ان احنا ازاي الخطوه اللي بعدها على طول، ازاي ان احنا ندي بيرميشن اليوزر اوريدي اون بريم، ويقدر ازاي يكونكت اصلا على الفايل ده، ونقدر نعمل عمليه الكونفيجريشن للبيرميشن اللي جايه او الان تي اف اس اللي جايه من خلال الويندوز اكتف دايركتوري. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.